بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مفتوح. بالخير وعلى خير نبدأ معكم مع حلقة جديدة من برنامجنا. معايا ومعاكم اتنين من سفيرات الخير، دكتورة تهاني ناصف نائب مكتب البحيرة لمؤسسة المرأة المصرية والأفريقية ومؤسس حركة سيدات الخير، الأستاذة والإعلامية رندا محمد نائب رئيس مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية، عضو الهيئة الاستشارية العليا في الاتحاد العربي الأفريقي الأوروبي ومؤسس سيدات الخير. أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك. هنطلع مع بعض ونشوف تقرير الأول عن موضوع حلقتنا النهاردة. في وسط زحمة الحياة ووسط صخب الناس اللي بتدور على الشهرة والأضواء، لقينا ناس تحت ضوء الرحمة والحب همهم الوحيد إنهم يوصلوا لكل محتاج ويكملوا أي حلم ناقص ليهم بكلمة حلوة ونصيحة طالعة من القلب، ويهلوا عليك في رمضان برزق وخيرات الرحمن، وهدمة في العيد حلوة تملى القلوب سعادة وفرح. ساعات بيكون الرزق مش بس مال وعيال، ساعات بيكون الرزق ناس قلوبها مليانة بالخير لكل الناس. معانا سيدات الخير تهاني ناصف ورندا محمد اللي قلوبهم وأفكارهم كلها للخير. أهلا بيكم مرة تانية، وزي ما بسمي ضيوفنا سفيرات السعادة. دكتورة تهاني، في ناس كتير عايزة تعمل زيكم، تعمل خير زيكم، ممكن حضرتك تقولي لي ازاي بدأت الفكرة ديت، وبشكل مبسط اللي عايز يعمل زيكم يعمل ايه؟ اولا احنا سعداء بحضرتك وسعداء ان احنا في البرنامج، واهلا بكل اهل الخير. فكرة الخير او نبع الخير موجود في كل انسان، بس هو يدور عليه ويفتش عليه. الخير فينا كلنا زي الرسول صلى الله عليه وسلم، الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. فكرتنا بدأت من زمان قوي قوي قبل الفيسبوك، وكانت معرفتي بالأستاذة رندا معرفة خير، وبدأنا في الخير. ابدأ بالخير حتى لو مع نفسك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أهلك، مع أصحابك، بأقل البسيط. ما تستناش ولا تستصعب أن تقول أن أنا صعب أن أنا أبدأ أو معيش كتير أن أنا أبدأ. لا بالعكس، ده الحاجة القليلة ممكن تبقى كتير جدا في الخير. مش عايزة اقول لحضرتك احنا ساعات كتير جدا بنقول خير وبنلاقي الخير تضاعف في ايدينا، وبنرجع بخير ونروح لناس تانية بالخير. اكيد ما شاء الله. فالقلوب اللي مليانة خير موجودة، وفي ناس كتير جدا عايزة تعمل خير بس مش عارفة الطريق. لا ابدأ، حتى لو بتبدأ بنفسك، دور على جيرانك اكيد فيها ناس محتاجة، دور على عيلتك اكيد فيها ناس محتاجة، دور على اصحابك، دور على الاماكن، وبعدين الخير ربنا سبحانه وتعالى بيبعته دايما لاهل الخير. يعني حضرتك تقصدي ان احنا نبدا من اقرب الاقربين؟ طبعا نبدا باللي قدامنا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعد كده بفضله وبرحمته بيوفقنا دايما للخير ان شاء الله، وما نستصغرش المعروف ابدا. اكيد اكيد. استاذه رندا، عايز اقول لحضرتك ان بالتاكيد وفي المجال اللي انتوا اخترتوه لنفسكم وطريق الخير، ومع وجود أزمة كورونا أكيد في صعوبات كتير واجهتكم. أكيد. زي مثلا في ناس حاجات كتير، في ناس كتير محتاجة، في ناس كتير، في ناس تقعدت من شغلها، بالتأكيد. وفي ناس بالتأكيد يعني أكل عيشها كان على باب الله مش موجود. فحضرتك بقى قول لنا كيفية مواجهة الصعوبات ديت وأهم الحاجات اللي انت شفتوها. والله احنا بدأنا يعني من بداية الأزمة خالص، كنا أول فريق يعتبر على مستوى الجمهورية كلها إن هو ينزل يوعي في الكرة وفي الريف. طبعا احنا دايما بنختار الكرة والريف أهم حاجة بالنسبة لنا، لأن هناك بيبقى التوعية قليلة شوية، إن الأمهات بيبقى وقتها محصور في بيتها وشغلها والدنيا اللي هي محصورة فيها. لا احنا بنحاول نقول لها، يعني احنا ناس كتير جدا لما نزلنا مش عارفين يعني إيه كورونا،
مش عارفين يعني ايه فيروس، مش عارفين هيتصابوا هيروحوا فين اول ما يحسوا بالحاجات دي، ما كانوش عارفين نهائي. طبعا احنا لما نزلنا بناخده معانا هدايا صغيره كده وبسيطه، اللي هي الكحول والصابونه والكلور، بنحب نخشه يعني بحاجه تهاد وتحبه، فلما نروحوا بهديه كده فهم بيبقى مبسوطين، وفي نفس الوقت بقى بنقول لهم في كذا وفي فيروس كذا واعراضه كذا، ولما تحس تروح فين وتقي نفسك ازاي وتقي ولادك وبيتك من المرض دوت ازاي. وبنبتدي بقى نعمل حملات توعية في كذا قرية، مش قرية واحدة بس، بحيث ان حضرتك عارف الستات من الام دي للام دي، من الشباك هنا هقول خلي بالك ده جالي حد وقال لي كذا، خلي بالك في فيروس اسمه كذا، خلي بالك من ولادك ما تنزلهمش الشارع، ما تخليهمش يعملوا يعني يبقى في اختلاط مع اطفال كتير. هنا بتبتدي التوعية تنتشر، يعني كذا قرية مع كذا ام بيبتدي ينتشر. بعد كده كملنا بقى طبعا لما العمالة اليومية قعدته كانت الدنيا طبعا ضيقه على الناس كلها، يعني حتى المرتاح برضو كانت صعبه عليه، فما بالك بالعماله اليوميه. فنزلنا بقى بسلع طول الوقت طول الوقت، كنا بننزل في الشهر اكتر من مرتين ثلاثه على طول، مستمرين لغايه الموجه الثانيه كمان، احنا برضو مستمرين ما بطلناش في الموجه الثانيه، برضو موجودين بناخد برضو حاجات يعني كل بيت في مصر محتاجها، كل بيت عايزها. طيب نرجع بقى لدكتورة هاني. أنا شايف وبمتابعتي ليكم إن من ضمن عملكم محاولة محو الأمية الانتخابية للمرأة. تمام. على ذكر محو الأمية الانتخابية للمرأة، يعني عايز أقول لحضرتك يا ريت تحكي لنا عن كيفية توصيل المعلومة ديت لست البيت العادية. طبعًا إحنا جات لنا الفكرة، إحنا بنكمل بعض أنا وروكا، اسمح لي أقول روكا عشان يعني لقب المحبة لنفسها. احنا بنكمل بعض، احنا ممكن نقول الفكره وهي تكملها لي او هي تقول الفكره وانا اكملها. فكنت انا يعني بفكر فكره كده ان انا انزل الانتخابات، وبعدين يعني الحمد لله تراجعت، فقلنا طيب احنا عشان ننزل الانتخابات ونشوف الدنيا دي ونشوف الناس، السيدات احنا كل شغلنا على السيدات والاطفال، الست اللي في الريف دي وفي القرى وفي النجوع هتعرف تنتخب ولا هي مستنية لما الزوج أو الابن يقول لها يلا تعالي وعلمي على الصورة الفلانية أو الرقم الفلاني بدون هي ما تعرف حقها الانتخابي إيه أو هي نازلة تنتخب ليه. فقعدنا رتبنا نفسنا وبدأنا نعد الحملة بتاعتنا، ونزلنا حوالي 7 قرى أو 8 قرى على قد استطاعتنا، وخبطنا على البيوت طبعا الستات عشان احنا ستات، فلما بنخبط على البيت بتفتح لنا، ممكن نقعد معاها على الارض، ممكن نخبز معاها، ممكن نتكلم معاها وهي بتعمل شغل البيت بتاعها، فبالتالي بعرف اوصل لقلبها، هي عارفه ان انا حاسه بمشاكلها وعارفه ان انا ممكن اوصل لها ازاي. بدانا نقول انتخبي صح، هتنتخبي ليه؟ تقول اهو كله زي بعضه. طب هتنتخبي مين؟ اي حد اللي هيقولوا عليه. لا، انزلي شوفي مين اللي بيساعدك، مين اللي متواجد معاكي، مين اللي هيحل مشاكلك، مين اللي هيوصل صوتك، وانزلي انتخبي. مش عايزه اقول لك ان الحمله دي لقت صدى جامد جدا جدا عند البنات وعند الامهات. بالتاكيد بالتاكيد. استاذه رندا، عايز اقول لحضرتك احنا شفنا في بدايه ازمه كورونا دور كبير جدا لبعض الاحزاب في الشارع، يعني من ناحيه تقديم المساعدات لكتير من الناس، الكحول والكمامه كل حاجه كل حاجه. ولاحظنا في الفتره الاخيره رغم اشتداد الازمه الا ان الدور ده اختفى الى حد ما. ما بيجيش عليك وقت تقولي كده احنا بنشتغل ومحدش حاسس بينا، بينما غيرنا الاضواء مسلطة عليه وقت الجد ما بنلاقيهوش؟ هو هنا في اختلاف، يعني انا اختلف مع حضرتك في جزئية. اللي بيعمل حاجة والضوء عليه ده هو عايز يوصل، يعني هو بيعمل زي الاحزاب وزي المؤسسات زي اي حد بيعمل حاجة والغرض منها ان هو شو والناس تشاور عليه والناس تقول ده مش غرضنا. غرضنا كسيدات خير وسفيرات سعادة زي ما حضرتك بتقول كده، ان غرضنا ان احنا نوصل للناس، ان احنا نوعي، ان احنا نوصل رسالة، مش غرضنا الشو ولا غرضنا ان احنا نبان خالص. في ناس تانية تلاقي ما عملتش حاجة خالص خالص في الحياة ووصلت كده وطلعت، دي مش بتدوم، دي زي الضوء اللي بيظهر مرة واحدة ويختفي. لكن لما حضرتك بتكون عامل ستيب باي ستيب في الحياة، الخطواتك ديت هي اللي بتشهد عليك. يعني انا لما بروح قرية تانية اعمل فيها خير اقول الحمد لله يا رب في ارض تانية هتشهد عليا، في مكان تاني هيقول اللي انا روحته. فهو هنا دوت اللي احنا الغرض منه ده اللي احنا عايزين نعمله، مش الشو.
الاحزاب السياسيه بتفضل تعمل شغلها علشان في الاخر توصل لكرسي في البرلمان، توصل لمجلس الشيوخ، هو ده الغرض سياسي، لكن احنا غرضنا خيري بحت. يعني زي ربنا سبحانه وتعالى ما قال: واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. صدق الله العظيم. دكتوره تهاني، دايما في ناس عندها عزه نفس، يا ترى بتقدري تعرفي الناس دي ازاي؟ مش كل الناس تقدر تقول انا محتاج واديني. مصادر معلوماتكم بتكون ازاي؟ بتوصلوا لهم ازاي من غير ما نجرح الناس؟ اولا احنا لنا الحمد لله، الحمد لله فضل من ربنا في كل او معظم الكرة، مش هقول كل لان احنا ما قدرناش نغطي كل الكرة. زي ما احنا بنقول كده، ايه، حد اهل خير دليل استرشادي لينا. يعني احنا مش بننزل للقرية كده ننزل اي حد بيقابلنا بنديله، لا، احنا معانا داتا كاملة لكل الناس اللي موجودة فعلا محتاجة، سواء ايتام، سواء مطلقات، سواء فعلا فقر تحت خط الفقر، فبيجينا المعلومات والبيانات كاملة عنهم. والدليل اللي معانا ده او الشخص اللي معانا الخير اللي معانا بيبقى عارف الأسرة دي عفيفة جدا، مش هترضى تيجي وتجينا لغاية عندنا، احنا بنروح لغاية عندها وبنقعد معاها، وممكن ناكل وممكن نشرب وممكن نضحك ونهزر، على اساس ان احنا جايين لك، احنا اللي عايزينك، احنا اللي محتاجين لك. على فكره احنا اللي محتاجين السعاده، واحنا اللي محتاجين الدعوه بتاعتهم، احنا بندور عليهم عشان احنا اللي عايزين ده. بالتاكيد طبعا احنا اللي محتاجينهم، ربنا سبحانه وتعالى بيجعلنا سبب في سعاده اخرين. الحمد لله. صحيح. وصحيح ان ربنا سبحانه وتعالى بيسبب السبب عشان يدينا الثواب. ونعم بالله. ربنا دايما يا رب يزيدكم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اللهم امين. استاذه رندا، عايز اقول لحضرتك، يا ترى انتم مجهزين خريطه طريق المرحله اللي جايه؟ يعني في توسع ده ممكن؟ بتلاقوا مساعدات من حد؟ في حد بينددكم باي مؤسسات او غيره؟ لا لا لا، احنا حتى مؤسساتنا واللي احنا موجودين فيها، احنا هدفنا كله ان احنا نقوم بالحاجه، احنا مش بناخد مساعدات ولا بيجينا تمويلات ولا الكلام ده خالص نهائي. استاذه تهاني وانا وعندي بعض الاصدقاء صحابي اللي هم فاعلتي صاحبتي، احنا نجمع مع بعض وبنعمل خير على قدنا بالظبط. ايه اللي احنا عايزين نعمله المرحله الجايه؟ ده سؤال مهم جدا. انا شايفه ان العمل الخيري مرتبط جدا يعني بالعمل المجتمعي، زي ما احنا بنقول مجتمع مدني. الخيري والمدني دوت مع بعض في كل خطوه. أنا بتمنى إن شاء الله اللي جاي يكون مساعدة للدولة، يعني أنا شايفة إن الدولة بتبني وبتأسس وبتعمل كل شيء عشان يبقى في إنسان محترم لاقي دنيا أو مكان كويس وبيئة كويسة يكون عايش فيها. أنا هبتدي إن شاء الله بإذن الله أنا والأستاذة تهاني اللي إحنا نشتغل على الأطفال بقى، يعني أنا هعمل حاجة إن شاء الله يمكن هي أول مرة تسمعها دلوقتي، ابن جيل. أنا عايزة أهتم من الطفل من أول 10 سنين. جميل. هو دوت اللي يطلع بعد كده يكون شاب ناجح. جميل. عايزه برضو دار المسنين ودار الاطفال اللي هو دار الايتام والاصلاحيات دي مهمه جدا على فكره، لما اكون انا رايحه لها واخده معايا دكتور نفسي واخده معايا عالم في الدين واخد معايا مثقفين ويبتدوا يحتوي الاطفال دي، ما يبقاش الطفل اللي طالع من الاصلاحيه كاره الدنيا وكاره البلد، وما يبقاش الطفل اليتيم برضو بسبب البيئة لأنه ما فيش بابا ما فيش ماما، فاطلع برضو أخلاقه مش سوية، كل ده هيتعدل. وفي نفس الوقت برضو دار المسنين ده مهم جدا بالنسبة لي للمرأة. أنا عايزة استغل المكان ده واستغل السيدات المحترمات الجميلات اللي موجودة جوه الدار، مش اللي هم صحاب مرض أو تعبانين، لا، اللي هم أسوياء بس ظروف حياتهم ودتهم الدار. ليه أنا ما استغلش الكم دوت من السيدات وعلمها، أو بلاش علمها، هي متعلمة أصلا حرفة الطبيخ والمشغولات اليدوية، هي عندها فكرة. ليه أنا ما ابتديش أساعد اللي أنا أجيب لها المعدات وتعمل، يعني اللي بتعرف تطبخ، لو أنا جبت بنات من دار الفتيات الأيتام وأخدتهم يتعلموا من الأمهات دي طرق الطبخ بتاعنا، لو اتعلموا منهم التريكو، لو اتعلموا منهم اي حاجه، لو قعدوا اصلا في حلقات مغلقه كده الام دي تنقل ثقافتها وتربيتها للبنات اليتيمات، هنا هطلع جيل سوي، هطلع جيل بيفضل يعني في مرحله اللي هي مش خلصت. الناس الكبيره دي عندها كم من المعلومات ومن الثقافه ومن التجارب في الحياه كبيره جدا، انقلها بقى للبنات دي. البنات دي بتطلع للشارع على طول، من الدار للشارع، فبتحتك ببيئه هي مش قاعده عليها. لا، لما اكون كل اسبوع مثلا بيروحوا يقعدوا مع الامهات دي، حضرتك انت كده خليت حد شقر عليهم
وراح لهم وزارهم، وخليت في نفس الوقت الام دي تنقل كل ثقافتها للبنت دي في التربيه وفي الاخلاق، وان ده عيب وان ده حرام وان ده ما يصحش. احنا محتاجين ده، محتاجين بقى الجيل اللي من 10 سنين وما فوق ان يطلع جيل بقى سوي خلاص. يعني احنا تعبنا، يعني في مرحله في النص تحس حضرتك اخلاقيا واقعه. ده صحيح. يعني بتوع المهرجانات وبتوع الاغاني الغريبه والمسلسلات الغريبه والافلام الغريبه كل دوت في مرحله في النص كده وقعت مننا اخلاقيا. لا احنا عايزين ننمو. انا عايز اخد بقى من كلام حضرتك المهرجانات. قصدت ان انا تكون تشرفوني عشان اقدم نموذج محترم وراقي جدا وواقعي جدا من سيدات مصر. يعني احنا بنقول للعالم كله ان سيدات مصر مش بس سيدات المهرجانات، لا 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 لا، سيدات مصر سيدات هو اللي زيكم، والستات اللي حضرتك بتتكلمي عنهم اللي بيكافحوا ويجاهدوا وربنا سبحانه وتعالى عطيهم الصبر والقدرة على كده. أنا بدل بعد إذن حضرتك، أنا بدل نزلت الشارع فإذا أنا قادرة، أنا مش بتساوى مع الراجل. ده صحيح. لا، الراجل قائد في مكانه وأنا برضو قائدة في مكاني. ده أكيد. أنا بدل نزلت واخترت الطريق ده واللي أنا أمشي في السكة دي فأنا كده قائد زي زيك، مش بتساوى. مؤكد مؤكد أن أنتوا لكم دور طبعاً. ودور إنساني جدا وعاطفي جدا، وده بحكم طبيعتكم. أيوة كمرة. كسيدات. كمرة. وبرضو ناخد من كلام حضرتك الدكتوره تهاني. طب انا عايزه بس ادي حته صغنونه على كلام روكا. من 4 سنين كان عجبنا عندنا التناغم اللي بينكم ده وروكا ايوه واقول اللقب الثاني ماما الالفه اللي احنا عندنا في بعض. من 4 سنين كان عندنا فكره احنا عايزين نعمل بيت العيله. ايه بيت العيله وايه فكره بيت العيله؟ لما نزلنا للفتيات اللي هم في الدور الايتام لقينا ان الفتيات دي محتاجين احتضان فعلا، محتاجين عيله. فقلت قعدت افكر، قلت طيب البنت بعد ما تتجوز خلاص بتنقطع صلتها بالدار، يعني هي المفروض خلاص تزوجت فمالهاش انها تيجي الدار تاني الا لو جايه مثلا زياره نص ساعه وتمشي. طب البنت دي لو زهقانه وحبت تروح زي اي واحده فينا ما بنتها بتجيلها وتقعد معاها، عايزه اروح ازور اهلي، عايزه زهقت شويه وعايزه تروح تقعد عند ماما. ففكرنا في بيت العيله ده، ان احنا عايزين نجيب ناسس مكان يبقى فيه بيت العيله، ونستعين بقى بالامهات الحلوين اللي روكا بتقول عليهم، يبقى دول اللي محتضنين البنات دي، يجوا لهم بقى كل اسبوع يوم في الاسبوع يحددوا مع بعض، يبقى البنت حاسه ان في ام موجوده مستنياها. عايزه اقول لحضرتك بقى، البعض اللي بيتفرجوا علينا ممكن يتخيلوا ان انتم يعني يقول الناس دي بتجيب وقت منين. طبعا بالتاكيد كل واحده منكم يعني عندها اسره وعندها طبعا زوجة. عندنا اسره وعندنا زوجه وعندنا اولاد وعندنا شغل وعندنا حاجات ياما قوي، والناس كتير جدا بتسالني السؤال ده، انت بتجيبي وقت منين للخير؟ قلت لهم بصوا عشان تبقى تعرفوا حاجه، انا لو استنيت مثلا شويه كده من غير خير بنقول ايه يا روكا؟ عايزين نعمل خير. عايزين نعمل خير عشان ايه؟ نفسيتنا ترتاح. لا احنا عايزين النفسيه محتاجه خير. فربنا سبحانه وتعالى واقعد اكلمه اقول له ابعت، يعني انت مستني ايه؟ يعني انا عايزين ننزل. سبحان الله يوم الخير ده بيبقى يوم طويل، الاقي خير سبحان الله من صحابنا من حبايبنا من اهل الخير اللي عارفين ان احنا بنعمل خير. ففعلا فعلا هي المراه مش هقول قدرة. نص المجتمع، مع احترامي لكل الرجال، المرأة هي اللي أنجبت الرجل وهي اللي ربت الرجل. أنتوا المجتمع كله يا فندم. إحنا بقى غلابة كده بس. لا هي والله فعلا هي اللي ربت الرجل، هي اللي بتحط الأساس. ده صحيح. لا وعندها تحدي. هي بتحط الأخلاق وهي اللي بتحط تربي. ومعلش الزوج كتر خيره الله يعينه بيشتغل وبيسعى وبيكد، هي بتبني، هي بتحط البذرة. ده صحيح. هي بتحوط، هي بتقول يا حبيبي ده غلط وده حرام وده حلال وربنا والصلاة، وخلي بالك اللفظ ده ما يتقالش، خلي بالك ما تسمعش الأغنية دي، خلي بالك خليك مع ربنا شوية، خلي بالك ما ترفعش صوتك، خلي بالك يا بنتي وانتي ماشية في الشارع صوتك ما يبقاش عالي، خلي بالك يا بنتي ما تكلميش حد ما تعرفوش. بتحط أسس الأخلاق في نفس الطفل والطفلة. يمكن روكا شوية مع الأطفال الصغيرة عشان هي قلبها رهيف، انا برضو الاطفال دول حبايبي، بس انا الامهات والبنات بقى، البنت اللي هتعد المستقبل. يمكن انا اتكلمت مع حضرتك في الموضوع ده بقالي 4 سنين ودي 5 سنة، بتمنى
ان انا اعمل المشروع ده وانا مستعده بكل طاقتي وكلنا وكل الفريق اعداد المقبلين والمقبلات على الزواج. والله جميل جدا يا دكتور. انا عايز بس بقى يعني جميل جدا الفكره الاخيره ديت، ودي محتاجه حلقات على فكره، اعداد الشباب مرحله ما قبل الزواج. انا عايز بقى اسالكم عن الامنيه اللي انتم بتتمنوا تحققوها في الفتره اللي جايه، واذا كان فيها معوقات وطرق الدعم ليكم تكون ازاي. هو انا بتمنى حاجات كتير جدا، يعني لو قعدنا نقول على امنياتنا فهتلاقي يعني حلقات، بس انا بتمنى ان احنا بجد كل المؤسسات وكل الجمعيات الخيريه وكل رجال الاعمال نتكاتف علشان الجيل اللي طالع. انا نفسي يعني البلد بتبني، احنا كمان نبني، احنا نتكاتف علشان الاطفال زي ما قلت لحضرتك من شويه، دول لازم نتكاتف معاهم، دول لازم نخرج جيل ثقافيا مثقف، جيل واعي، جيل عنده أخلاق، يبقى عنده أخلاق. ده الأمنية اللي أنا بتمناها، بتمنى بقى اللي احنا نتكاتف كلنا. فكرة إن حد يقول لا أنا عايز أعمل ده لوحدي أو لأ، التعاون، ولو كلنا اجتمعنا، احنا عندنا مؤسسات كتير جدا، جمعيات كتير جدا، رجال أعمال كتير جدا، كل واحد بيفكر في الحاجة اللي هتطلعه هو، لكن لو احنا كلنا تعاوننا واتكاتفنا هنطلع جيل فعلا سوي، ابن جيل. احنا لازم تكون دي مرحلة اللي جاية. تمام. يعني دكتورة هاني، حضرتك بتتفقي بقى معايا ان ليا وجهة نظر ان اذا استعادت المرأة دورها الحقيقي داخل البيت لبناء جيل، اكيد المجتمع بالكامل هيستعيد توازنه. فعلا. رأي حضرتك في الكلام ده ايه؟ ايوه فعلا. هو طبعا احنا بنقول جانب عمل المرأة مع الدور الاساسي والرئيسي للمرأة تربية النشأة. ما فيش مانع ان انا ابقى دكتورة وابقى مهندسة وابقى وزيرة وابقى سفيرة، لكن انا ام، انا اساس البيت، انا النواب بتاع البيت. انا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي هقول لابني ده حرام وده حلال، هقول لابني خلي بالك اقم الصلاة، هقول لابني احترم الكبير، هقول لبنتي وطي صوتك. لا، المرأة عليها دور، مش عايزة اقولك لا مش نص المجتمع، المرأة عليها دور كبير جدا 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 في المجتمع، وخصوصا في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي. الرجال كلها منشغلة بالبنى، منشغلة بمشاكل الدولة، زي ما روكا قالت لا احنا لازم ايدينا تساعد، لازم نبقى موجودين عشان فعلا في طفرة، ويمكن انا حاساها في الجيل في طفرة كبيرة جدا في الاخلاقيات والسلوكيات. ما شاء الله، متشكر جدا يا دكتورة. شكرا جزيلا. انا في نهاية الحلقة طبعا احنا بنشكر ضيوفنا دكتورة هاني ناصف، الإعلامية الأستاذة رندا محمد، وبشكر طبعا السادة المشاهدين. ليه رجاء وأنا بقوله على الهواء دلوقتي، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، في ظل الأزمة اللي احنا بنمر بيها وهي أزمة كورونا، الناس محتاجة للدعم المعنوي. مفيش دعم معنوي أكبر من ان احنا نتوجه لربنا سبحانه وتعالى. أرجو من فضيلتك ان احنا بدعوة كريمة من سيادتكم نحدد يوم معين، توقيت معين، أي مكان نتوجه به ربنا سبحانه وتعالى لصلاة الحاجة، لعل ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا الوباء والبلاء. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة، إن شاء الله لقاءنا الخميس القادم مع الزميلة الأستاذة سحر شوي. شكرا، في أمان الله.